مشاهدينا الكرام في كل دولنا العربية، كل عام وأنتم بألف خير. يا رب يكون عيد الأضحى المبارك عليكم بكل خيره، ويكون في كده سعادة في كل دولنا، ويتم علينا بخيراته كلها. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة يا لانا. كل سنة وانت طيب يا خالد. طيبة يا شفكي، لانا وأحمد في العراق، كل عام ومصر بخير، أردن النشامة بخير، عراق الإباء بخير، بلادي فلسطين الواقعة تحت سقف اللهيب والنار بخير إن شاء الله. زي ما حكى أيضا زميلنا خالد، إنه أمنياتنا إن شاء الله إنه يعم الوطن العربي، خريطة الوطن العربي كلياتها تنعم بالخير والسلام في العيد. في مصر بالتحديد العيد عيدين اليوم مشاهدينا، رح نحكي عن ثورة 30 يونيو، ثورة تتحدث عن إرادة شعب لاستعادة أرضه ووطنه. حقيقي العيد ده بالنسبة لنا يمكن عيد مختلف. 30 يونيو يوم كله بهجة، يوم شارك فيه كل أطياف الشعب المصري. يعني ما فيش حد لما بنكلم مشاهدينا إلا هتلاقي عنده مشهد أو ذكريات أو عمل إيه أو راح فين. العيلة كلها كانت موجودة في الشارع المصري. المصريين نزلوا تحديداً في اليوم ده، وهم يعني لو انت كنت سألت اي مصري يوم 30 يونيو انت راجع امتى، يقولك لما رجع مصر. دي كانت الجملة، والحقيقة قوتهم وثباتهم ووقوفهم في الشارع هو اللي رجع مصر زي ما هي الآن بسلام وأمان. بدي أبدأ من حيث انتهيت شافكي، وأنا أستعيد شريط الذاكرة. المشهد لم يكن عاديا، كان استثنائيا بكل المقاييس. هذه الملايين اندفعت نحو الشوارع، لم تقودها غرائزها، بل قادها يقينها بضرورة تغيير الواقع الذي كانت تعيشه مصر. هذا الشعب نزل، ما نزلش على الشوارع عشان يدافع عن شيء ذاتي، نزل يدافع عن تاريخ مصر، عن منجزها الثقافي والحضاري والتاريخي. هذا الشعب نزل يدافع عن الفكرة والمعنى والمتن. بالتالي احنا في هذه المناسبة واحنا بنحكي عن 30 يونيو، انا بدي اقدم تهنئة واكبار لكل مصري ومصرية في هذه المناسبة. انتوا عارفين كنت عايز اسالكم، كنتوا بتتابعوا الشاشات وقتها؟ طبعا انا كان احساسكم عامل ازاي؟ انا جيت، انا كنت هون. انت جيت؟ انا جيت. ولانا ونفس الشيء، احنا كنا بنتابع يعني، وخاصه يمكن انا كمان دراستي سياسه فكتير بهتم كنت في هذا الشان. شوفي شافكي، ما يميز دائما مصر بانه شعبها على قلب واحد. طبعا يعني بتحسي هذا في المزاج العام في الشارع العام المصري. والأزمة اللي مريتوا فيها ما كانت سهلة، اجتستوها وما تحولت لصراع أكبر، لأنه في إرادة عند الشعب بأنه مصر لازم تعود للمصريين، ولازم مصر تعود إلى الروح المصرية اللي اتعود الشعب عليها. وهذا كان سبب من نجاح مفاتيح نجاح الثورة نفسها. لا كمان أنا بدي أجاوب على سؤالك بطريقة أخرى. أولاً مصر كما قلنا في البداية هي المرجع، هذه حقيقة، هي الذخر، هي المرجع الاستراتيجي لأي إشكال عربي، هي قصة محسومة. المسألة الأخرى أن كل عربي يشعر، مش يشعر، لديه كامل القناعة بأنه له حصة في مصر طبعا. والمسألة اللي ما فيش فيها أي شك، يعني أنا أدعو الباحثين الآن في هذه المناسبة أن يجروا بحث، ما بتلاقي بجوز مواطن في كل حواضر العرب ما كانش يتابع الشأن المصري على مدار الساعة كما لو كان شأن محلي يخصه. أكيد. على نحو خاص. أكيد. أكيد يا خالد، أنا متأكدة إن كان في إحساس حلو يعني موجود في قلوب كل الأشقاء العرب، وكان عندهم وحدة حلوة مع الشعب المصري. أنا متأكدة تماماً من ده.